حلو اهو. مقادير الحمص الشام على الشاشه، عايز اعمل شويه حمص حلوين دلوقتي زي الفل كده، مقاديره على الشاشه. حمص حلو قوي، الله. ومعانا زيت زيتون وطحين. قواعد عمل الحمص طبعا اخواننا اللبنانيين والسوريين شاطرين فيها، وعلى فكره البعض بيحط له توم والبعض ما بيحطلوش توم، بس اللي بيحط له توم يبقى على اصوله وزيت زيتون. بس ليه مش بيحط له توم في المحلات؟ عشان يبقى عمره طويل، يقعد وقت كبير. من المشاكل، خلي بالكم انا عايز ممكن اعمل حمص ده في 5 دقايق، والشرح اللي انا بقوله ده احنا مش في غنى عنه، ده هو اهم من عمل الحمص. كل المحلات بتسلق الحمص ده في ملح في بيكربونات صوديوم علشان يتهري. هو بيهري الكولون بتاعنا مش بيهري الحمص. لما تاكل الحمص ده مسلوق في بيكربونات الصوديوم على النار او الفول يومين ثلاثه ورا بعض اسبوع مرات متكرره، الكولون بتاعك هيتهري، كولون جوزك هيتهري، ولادك هيتهري وهما لسه في سن الشباب. فده مهم جدا، نيجي ناكل اي حاجه بعد كده يجي لنا ارتجاع مريء مع الوقت. فنتلاشى المشاكل دي كلها. الحمص ده يتنقع من بالليل لمده 24 ساعه، يتحط على النار مع فص من التوم مع بصلايه مع طماطمايه ويتسلق. تستخدميه زي ما انت عايزه بقى، بليله تستخدميه كلو ني زي ما هو كده مع كمون، تعمليه حمص زي الفل. لما تيجي تعمليه في قلب الخلاط ما تحطيش ملح الليمون، هم بيحطوا ملح الليمون علشان ما يعصروش ليمون ويبقى الكوست عالي، فما بيحطوا ملح الليمون. ملح الليمون بيهري كمان الكولون وبيهري الجهاز الهضمي، فبلاش ملح الليمون خالص مع الحمص وانا بضربه في قلب الخلاط او يدي في ليفر عالي. الحاجات اللي بقولها دي اهم بكتير من عمايل الحمص. هبدا ان انا اخلط الحمص ده كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. انت لازم تشتغل. ممكن تطلعنا فاصل؟ اه عشان بصراحة. طيب يلا. ماشي. طيب خلونا نطلع فاصل صغير لأن بجد مهم جدا، أنا عايز الحمص ده يبقى طبق رئيسي على السفرة بتاعتنا مع مشويات مع فطار الصبح عشاء، لأنه لطيف وجميل وبروتين نباتي آمن. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا بحبكم مش عايز صوت الخلاط يزعج حضراتكم، انا شغلت الخلاط اهو زي الفل تمام. اعتذر عن الايه الازعاج، انا اسف. الحمص انا عملته وتصممت ان انا اعمله، يعني كنا ممكن ان احنا نكنسله. انا عملته بالشكل ده كده. تعالوا نشوفوا اسرار غرف الحمص بطريقه زي المحلات، وده اسئله كتير على السوشيال ميديا، يا شيف مغازي ليه الحمص ما بيطلعش معانا زي المحلات؟ وده مهم جدا، امرني انا معاك. الحمص عشان نعمله لازم وانت بتفكيه على الكبه لازم تحط له تلج، ما ينفعش ميه عاديه، ميه ساعة او تلج. ده مهم جدا على فكره، الاسرار دي مهمه. وانا بفك الحمص في الكبه لازم احط له تلج عشان ياخد عمليه التبريد وهو بينضرب في الكبه، لان هنا فتره طويله فبيسخن، فالحمص معاك هيفرط. فده مهم جدا على فكره، تحط الطحينه وتضربيها في قلب الكبه مع عصير الليمون زي ما انا حطيت كده، وانا حطيت له توم. ده مهم جدا على فكره. ممكن نغرفه سريعا دلوقتي مع بعض. حاضر، عينيا الاثنين. حاضر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه حمص زي الفل.
الله، ده بزيت الزيتون، ده بقى اخوانا السوريين واللبنانيين بيعملوه، يتحط في التلاجة ويطلع بالاوردر كده يبقى لطيف وجميل. طبعا انا معايا في الحلقة بتاعتي سموزي المانجا، المانجا معانا طول السنة ما تقلقوش، هنعملها ايس كريم ونعملها سموزي ونعملها كومبوتو زي ما احنا عايزين. اهو شفت الحمص معانا اهو، ده لو قعد في التلاجة بقى شوية كمان تتفرج عليه. ألف هنا وشفا. عينية. هحط زيت الزيتون. حاضر والله العظيم وخلصتها. حلقة النهاردة بساطة سهولة مرونة، قدرت إن أنا أعمل سفرة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحبوها الصغار والكبار. عملنا ورق العنب لطيف وجميل بالزيت يالنجي، وعملنا كفتة المشروم بروتين نباتي لطيف وجميل، طبق بكليات الحمص عملناه بالطحينة ولطيف وجميل مع المشويات، طبق فطار الصبح زي الفل.